30/10/2012 مدينة الرستا. الأطفال في مدينة الرستا يقومون بجمع ما تبقى من حطب من أجل التدفئة. تقلع في عمو. أهلين. شو عم تسوي؟ عمل لما تغضى عشان تدفى. ليش عم تلم الحطب؟ عشان تدفى. ليش عم تلم الحطب الغاية منها يعني؟ ما في عندكم مازوت؟ ما في عندنا مازوت ولا مصاري. طيب ليش انت هون يا عمي هون؟ شو عم تسوي؟ عم الدفع. اجرك شو بهاي؟ مصاب. من شو هاي؟ من قديفة. طيب ليش ما نكون مدرسة؟ هربونا يا الارهابيين. ها؟ هربونا يا النظام. مين الارهابيين؟ جيش الاسد.